هذا لا واحد يريد ان يتصور معه الا ووقف معه بابتسامه رائعه. البدايه هوارد الى هوارد والى الفريق الفلبيني وراح يشوف والبدايه الجميله. وهنا اللاعب ايضا جوردن هيدينغ لاعب مميز للغايه. نعود عندهم شوتر اسمه كيفن كيمباو، يعني اذا ما اراد ما تسجلت. المتابعه الى هيدينغ، الى جوردن هيدينغ. مباراة مثيرة، هي لعبة الثلاثيات ما تمشي. هوارد بدأ وتوكر، برافو، يعود بطريقة جميلة، راح يسجل، ممتع للغالي محمود، هذا مرعب. سيرجيو الدرويش ثلاثياته مرعبة، مرعب. كان المعدي فؤاد مشقرة أخذ منه تصريح سريع على المباراة، قال صعب جدا أن تتحدى الرياضي في كامل أناقته الفنية. هذه اللقطة الأخيرة كانت على مين؟ هذا بالشوتر على فكرة. هذا على طول كيفن كيمباو، إذا ما قال لك كيمباو. قول فيها خطأ على مستوى التمرير في هذه الغابة من الفلبينيين. هوارد يهدي على الآخر كيمباو. من البطولات اللي اسمها أمبر روبنسون وما تسجلت، سهلة للغاية بسهولة كبيرة. المرة الثالثة والرابعة ما يسجل، غريبة شوية، غريبة. هوارد راح يعمل له فيلم. حلوة حلوة حلوة. شوف اللقطة الأخيرة، الخطأ على مين؟ على جوردن هيدينغ، على جوردن هيدينغ. الحالة الدفاعية مستوى التمثيل في كل البطولات. وخليك في الملعب وركز ونعود. وهذه محاولة، وشوفها 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 كيمباو. وذكر اللاعب الأفضل، اللاعب الأفضل، لعيب. اللقطة الجميلة، شوف الإبداع، شوف الإيقاع الجميل، شوف الدينك. سلام يا سلام يا سلام. هي تكر أو تكر على حتى يسجل أول نقطتين علي حيدر اللاعب المميز روبنسون. هنا ل 13 مشاهدينا الكرام، 19 ل 13. حلوه، هذا كليف، هذا الكسندر، وهي وين تروح؟ كليف ما تتسجل. متابعه جميله تروح. هذا مور، برافو. ثلاثية، هي هذا دخول. ابدا، في الامكان في الامكان في الامكان في الامكان في الامكان تسجل. مع شوف هوارد يهدي على الاخر. شوف هذا جوردن، هذا واحد منهم طبعا بكل تاكيد سيرجيو الدرويش، والثاني تكر. ولعبه جميله وتسجل من العملاق من البطولات الكبيرة وفي الدوري الام بي اي. وهي يا مضغوط عليه، التركيز عالي جدا. سيرجيو علي حيدر، برافو. مزير ما مشت، كان ممكن تسجل مباشرة. صاحب طبعا الثنائية الأخيرة، برافو. يا الله، المدرب قدير على فكرة، وهذه تماما عندما يخاطب لاعبينه. هي برافو، هذا الدخول الأخير. شوف ما تسجلت. روح يا لعيب يا لعيب علي. المرة السادسة اللي يوصل إلى السلة. لا 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 لا، سموا عليه سموا عليه، قولوا بسم الله عليه، مو راضي يسجل. اللاعب المميز، نعود خمس دقائق. هذا الشوتة، لأن لاعب على مستوى عالي جدا على فكرة. الوحيد اللي ترابر سجل أربعة بيوم. تأكيد البيروتيون على هذه اللقطات. هي وطبيعي، وين راح؟ بدأ. طبعا بيروت يصل ولكن لا يسجل، وتبقى مشكلة كبيرة. فيني، لا 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 لا، ممتع للغاية. وقد نعم، إذا فيها قرار، فيها قرار. وسام زين الآن موجود، ومحي الدين خطب، وحي الدين خطب.
وما زلنا في الانتظار مشاهدينا الكرام. تبقى مشكلة كبيرة. يعود كيمبا، شوف يحتاج إلى تغييرات الآن. برافو برافو، هي هي اوهو. يعطيهم ألف عافية، وبكل تأكيد الكتيبة الجميلة. اوهو سيرجيو الدرويش، برافو. التسجيل من خلال ثلاثية هذه اللعبة. هيا هيا وايد، انما باس وان باس وان شات، يعني تلاقي يعني اللعبه تنتهي في اثنين. ولكن اللي نلاحظ فيها ان هناك في عمل قاعد يقومون فيه الجاردات من خارج، اللي هو البنتريشن السريع داخل المنطقه الحره، وثم ارسال الكره الى اي لاعب من اللاعبين الفاضيين على الثري بوينت، مثل عندك اللاعب رقم 17 اللاعب كيرل كيفن، اعتمدوا وايد على الثري بوينت، اي واللاعب جاستن، هم افضل اثنين مسجلين، واحد 14 نقطه واحد 12 نقطه ثري بوينت عندهم، ثمان رميات في المباراه مقابل ثلاث لبيروت. فريد، ليش فريق بيروت ما قدر يجاري الفريق الفلبيني؟ شوف هاي النقطه تكلمنا عنها في الاستوديو التحليل المباراة الأولى على نهاية المباراة، قوة الفريق الفلبيني في وجود دوايت هاورد تحت السلة. طبعا فريق بيروت أضر كثير، فريق بيروت اللي طبعا يمثل أيضا المؤسسات والهيئات اللي تشارك منذ النسخة الأولى وتتحد. هو الريباندر الأفضل للم بي اي، هو هاورد تطور لاعب بقيمة علي حيدر في هذه المباراة، لا يمتلك البطولة، مختلف تماما. الله سيرجيو سيرجيو، برافو. وين إصابة سليم، يبدو بأن سقوطه على حذاء اللاعب الآخر. نعم ديمار بدأ يتحرك، بدأ يتحرك باليد الواحدة على فكرة إلى هاورد. هي عند الاتحادات العربية خطأ على مستوى الاستلام يا مزهر. حلوة حلوة، روبنسون يو روبنسون، يا سلام يا سلام يا سلام. اللاعب المميز كان في هذه اللقطة، خصوصا على مستوى الثلاث. وين؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، لا لا. الأداء مثالي للغاية. هي هي تسجل قبل الكوارتر الثالث. شوف شوف، واضح تماما المسك الأخير، المسك الأخير. شوف تكر يسجل أوه، تفكيك تماما للدفاعات في بيروت. لعيب الدفاعي والهجومي على مستوى التكتيك،
تحت السلة برافو الكسندر 45 الدخول أندرسون أبدا شوف سرعة علي خطأ على مستوى الاستلام يا جماعة يا جماعة يا جماعة ما تسجلت تعود يا سلام يا علي يا حيدر يا مستمرين الله 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 يمين نعود بطريقة جميلة أخطاء هي واطي في كل شيء استلمها بطريقة جميلة جدا علي حيدر حلو 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 برافو يا الله شوف لما استلمها بطريق هو راح على العالي ابدا ما نطمعه ما نطمعه قال لا 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 قال لا اعمل ما بذلك حلو برافو هذا كيمباو يا الله لعيب 18 نقطة برافو الله الله يعني مستعد يتأخر بعد المباراة أكثر من ربع ساعة شوف شوف اللقطة الأخيرة بطريقة جميلة وين تروح يا الله يا الله يا الله يا الله حلوة مميز مسجل فقط 5 نقاط حلوة حلوة علي إلى علي إلى مين حلوة حلوة تحت السلة برافو يا نعيم 11 المباراة لم تنتهي بعد حلو يا الله بدأ يلعب بالتشكيلة الاحتياطية على فكرة فريق سترونج روم الفلبيني حلو حلو هنا طبعا هنا هذا ما لحل ما تسجلت يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لعيب 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 هذه لعبة وتحت السلة راح يدخل راحت عليك خط على مستوى المهارة حاول ياخذ فيها للاعب جاستن سانشيز برافو يا سانشيز شوف اللقطة ما احلاها ولكن استك علي محمود عملق اليوم عموما حلو الفارق لا يزال بأفضلية واضحة تماما دقيقتين وثمان دقائق وثمان ثواني حلوة ما تسجلت نتحدث عن جامعة من جامعات أيضا وليست مدرسة فقط على مستوى ممكن يسجلها بكل سهولة كان الله في عونك شوف حتى اللحظة الأخيرة ما زال في قيمته العالية وتحت السلة بالإضافة في المقابل فريق بيروت شاف أنه من الصعوبة العودة للمباراة فتحول الشوط الثاني إلى لعب استعراضي تلاقي شوت 3 بوينت من هني شوت 3 بوينت هني دنك من هني دنك تحول إلى استعراضي حتى ما قمنا نشاهد دفاع من هذا الفريق ودفاع من هذا الفريق الآخر في الشوط الثاني يعني طابع الاستعراضي هو اللي نعم الاستعراض كان حاضر بقوة خلال الشوط الثاني نعم سوء حالة فريق اللبناني فريق بيروت شخصيا أشوفها تتمثل في حالة اللاعب علي حيدر اسم كبير نجم كبير لها صولات وله جولات ولكن لو تشوف اليوم علي حيدر ممكن طالع أعتقد 6 أو 7 نقاط شوف الفريق ما طلع بشكل لائق أصلا بسعيد في آخر 4 دقائق مدرب الفريق الفلبيني أنا في رأيي فكر في المباراة النهائية سحب معظم اللاعبين الأساسيين وبدأ يلعب بالاحتياط لأن تدري أنت اليوم كمدرب إذا تفكر في البطولة عليك أن تأخذ الاحتياطات مثل هذه الفارق 20 نقطة شو تريد بعد أخلي لعيبتي ممكن بالغلط تصير إصابة في المقابل شاهدنا إصابة اللاعب اللبناني بالسبرينج إنكل فيقول لي أنا أحافظ على لعيبتي في آخر 4 دقائق أفضل من ما أستمر فيهم وأجهدهم عندهم مباراة نهائية جميلة إن شاء الله مع فريق الرياضي اللبناني وصل السكور 86-70 نعم يعني بدأ يريح اللعيبة وبدأ فريق بيروت شوية يضيق الفارق إيه خلاص لأن المباراة منتهية يعني أصلاً حتى قواهم البدنية
في الملعب ما تساعدهم ان هذيلا يرجعون للجيم ويفوزون على فريق الفلبين. مباراة كبيرة مرتقبة ان شاء الله يوم غد بين الفريق الفلبيني وفريق الرياضي. هو السيناريو اللي حصل الان امامنا بين بيروت و